لمتابعة المزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا نسمة الشفعي. توالت حالات الوفاة. نسمة، مرحبا بك. في البداية، توالت حالات الوفاة المفاجئة نتيجة توقف القلب في الملاعب بين لاعبي الكرة الذين يملكون أجساما صحية، أبرزهم محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الراحل أثناء مران الفريق، ومارك فيفيان لاعب منتخب الكاميرون الذي سقط أثناء مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا في كأس العالم للقارات. مع قرار وإقرار قانون الرياضة الجديد لضرورة إنشاء ملف طبي خاص بكل من يمارس الرياضة بالمسابقات الرسمية، الآن نحن على أعتاب كأس العالم. في ضوء افتتاح هذا المركز الخاص بقلب للرياضيين، ما هي أبرز الخدمات الجديدة التي سيقدمها المركز للحد من هذه الظواهر، وما هي التجهيزات الخاصة بالرياضيين داخل هذا المركز للاطمئنان على سلامة قلوبهم لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة؟ تفضلي. أهلا كريستين، بالفعل نتواجد داخل مستشفى وادي النيل وتحديدا داخل مركز القلب الرياضي، حيث تم افتتاح أول وأكبر مركز للقلب الرياضي لفحص قلب الرياضيين منذ الطفولة وحتى الاحتراف وفق المعايير المنظمات والهيئات الرياضية الدولية. وقد شهد هذا الافتتاح كل من وزير الصحة دكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، فضلا عن أساتذة واستشاريين من جامعة ليفربول وأيضا مدرب الفني لمنتخب المصري مستر هكتور كوبر. مزيد من التفاصيل حول هذا المركز وما يقدمه من فحوصات للرياضيين ينضم إلي على الهواء مباشرة دكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل. برحب بحضرتك يا دكتور في البداية، وطبعا لو تحدثنا في البداية عن هذا المركز والفكرة والهدف من إنشاء مركز للقلب للرياضيين. هي الفكرة جت من ان قلب الرياضيين مختلف عن قلب الناس العادية. الشباب بيموتوا في الملاعب، كلنا شفنا على الهواء في جميع ملاعب العالم والملاعب المصرية الشباب بيموت. في الملاعب العالمية والأندية العالمية والمسابقات العالمية مش مسموح لأي رياضي من سن الطفولة لسن الاحتراف انه يلعب رياضة تنافسية من غير ما يتعمل فحص للقلب. فعشان كده جمعية القلب الأوروبية وكلية طب القلب الأمريكية فيها قسم اسمه قسم طب القلب للرياضيين، فعشان كده حبينا ننقل هذه الميزة، هذه التكنولوجيا، هذه الخبرة إلى مستشفى وادي النيل. فعملنا اتفاقية مع جامعة جون موريس في ليفربول مع فريق القلب للطب الرياضي، وهو ده الفريق المسؤول عن نادي ليفربول، لدرجة ان احد الاساتذة اللي هو جون سامورو استاذ القلب الشهير في ليفربول هو طبيب القلب لمنتخب لفريق ليفربول، ودكتور ديفيد اللي هو استشاري مجال صدر القلب هو اللي عمل اختبار للكابتن محمد صلاح اما راح ليفربول. فإضافة هذه الخدمة لمصر ولمستشفى كبيرة زي كده تنقل رسالة هامة للناس المسؤولين عن الرياضة في مصر، تنقل للناس الأبهات والأمهات في البيوت، تنقل اللي حتى في الجيم والمراكز الرياضية، ما تخليش حد يمارس رياضة تنافسية أو رياضة عنيفة أو رياضة فيها ورك لود شديد على القلب من غير ما يتعمل فحص قلب لهذا الرياضي. بالتأكيد لو نتحدث عن الأجهزة يعني التجهيزات المتواجدة داخل مركز القلب، احنا نقلنا احسن من في ليفربول. لسه بقول لزميل من الزملاء في نفس فون اي برضو ان الأجهزة اللي عندنا احدث من في ليفربول، المركز احدث من ليفربول. يعني عندنا أجهزة موجات صوتية للقلب رباعية الأبعاد بالتنقيط المستمر على عضلة القلب، عندنا رسم قلب ديناميكي تحت المية لمتابعة السباحين والغواصين، عندنا رسم قلب ديناميكي عن طريق الباتش بيحطها الرياضي وهو في أي مكان في العالم، هو بيلعب في أي مكان في العالم ينقل رسم القلب على المستشفى، لدرجة اللي هم ممكن نعمل رنين مغناطيسي للقلب. كل ما يتعلق بقلب الرياضيين أصبح في هذا المكان. أجهزة رسم المكود اللي على متوصلة بأجهزة قياس الأكسجين، لأن في رياضيين أما بيوصل للماكسم ليفل بتاع الرياضه بتاعته اكسجين الدم بيقل، اللي هم الناس اللي بيغمى عليهم، الناس اللي ساعات بالذات بعد الاكسرسايز ناس بيغمى عليها، ناس بتموت بعد الاكسرسايز مش اثناء اللعب. يعني ماذا عن التعريف بهذا المركز، يعني التوعيه والتعريف اكثر للرياضيين وايضا للاطفال؟ يعني
دي كانت الرسالة، واحنا النهاردة عزمنا دكتور طارق الشاوي وزير التربية والتعليم. ليه؟ عشان الرسالة دي تتنقل للمدارس، ان ما ينفعش طفل يلعب في المدرسة يقع يموت، ما ينفعش طفل لسه في سن المدارس بيلعب سباحة بيلعب جودو بيلعب كاراتيه ما يتعملوش فحص للقلب. اما جبنا وزير الرياضة وزير الصحة وزير التعليم العالي، ان الرسالة توصل لمصر كلها، لابد ان من يريد ان يلعب يريد ان يمارس رياضة تنافسية او غير تنافسية لازم يعمل اختبار للقلب. مش بس كده، في ناس في هي في متوسط العمر، الناس اللي هي بتمشي بانتظام لمسافات طويلة، الناس اللي صعب تطلع جبال، الناس اللي بتطلع مرتفعات، ما ينفعش حد يمارس نوع من اي رياضة او اي مجهود قد يؤثر على وظائف الكهربية للقلب او على وظائف عضلة القلب من غير ما يتعمل له فحص القلب. سيتم فحص المنتخب المصري قبل الدخول او السفر لروسيا؟ الدعوة وجهت لرئيس الاتحاد، رئيس اتحاد الكرة الكابتن هنا بوريدا كان هنا، وتوجيهت الدعوة للمنتخب القومي او ناحية جمع المنتخب القومي هيجي يعمل فحص القلب هنا، وجينا الدعوة للمنتخب السعودي والمنتخب المغربي ان لو امكن انهم يجوا يعملوا الفحص، فده هيبقى فحص لكل الرياضيين حتى المصريين اللي هم النهاردة. المهندس خالد عبد العزيز اتفق مع المستشفى على بروتوكول ان مفيش رياضي مصري هيخوض مسابقات في المرحلة القادمة الا ما يكون معاه شهادة مستشفى وادي النيل وشهادة معتمدة من فريق الطبي للقلب في وادي النيل وفريق الطبي للقلب في جامعة ليفربول ان اللعيب ده فت من ناحية القلب. شكرا جزيلا دكتور حازم خميس على كل هذه التفاصيل، وأعود مرة أخرى لك كريستين في الاستوديو. شكرا جزيلا نسمة وشكرا لضيفك. ويعتبر هذا المركز خطوة جديدة طبعا تدل على اهتمام الدولة بصحة قلوب الرياضيين بشكل عام قبل كأس العالم بروسيا بإذن الله.